لا ما بيخوف، ما بيخوف. الله اكبر، بس خوف من الله، بس ما بيخوف. هذا نفر. أوه بليز بليز بليز. اوكي اوكي بليز. ايش كم ما تحب لي ابو محمد؟ ابو محمد محمد والله عليها وجه، والله علي ضرس، والله من كبر. شوف وجهها، وجه مزيون. بسم الله ما شاء الله، شوف كيف سبحان الله. والله يا اخي شوف كيف الحنان. لا اله حليل من بارف يوم ما شوف حيوان. شوف كيف يا والله ترى هذا أما الجسم بسم الله ما شاء الله، شكلها مفصلة حق الشيء ولا شو اسمه؟ ركب قصدك؟ سبحان الله. أبو حور، حس لو هذا الكائن قال لك أخرجني من هذه القرية لأني بديت أشعر بالأزعاج. والله إنها أكبر جريمة ارتكبتها في مسيرتها الحياتية والحيوانية إنها دخلت في هذا المكان. هل تظن أن هذا الألف، تدري إنها أن هذا الألف معتاد للإبل؟ والله أنا قد كان فيها أخطاء. شفته الخبازين هذول؟ ها الخبازين، شك بالله. انا يعني ودي تشرح لي، عن قوام هذا الكائن الجميل. بسم الله ما شاء الله، اذا قدر ياكل كله، راسه وجمجمته وكله، كل شيء ياكل. ودي وجه والله انا تستمع لك. اسمع بن عمرو، ابو وحور، اشرح له عن مدى اشتياقك للديره والجدك سعيد. اشرح له. جدي سعيد؟ لا ما تعرف. والله يا صوي يا ضرس، اني املع ايدي مني لهني. هل تعتقد انها لو ارادت الخناق معك انك تكون من الطيبين في او تكمل مسيره عمرك الباقي؟ نعم نعم، انا ما اتوقع انها بتوصل بيني وبينها المراحل. شوف شوف، مراحل، مدى مراحل الخناق بينك وبين هذا الكائن الحي. انا اشوف ان عندها لمسه اعلاميه. شوف من قوام العمق، شوف ما شاء الله، اللمسة الفيلمية واضحة بالعمق ولا وين واضحة؟ بأي جزء من الراس؟ شوف ما شاء الله، هذه لمسة عالمية. ايه شوف كيف. حتى طب ايش تفسير الاذنين، البروز بالاذنين؟ الاذنين اول شيء يبغى لها حلاقة. تمام، كوفيرة قصدك؟ نعم، ويبغى لها لومينير لرجولها، ويبغى الورع ذا ملابس شتوية من عند جويلز. جويلز يا جويلز. لا خلاص، هو قاعد ينزل شتوي ترى للابل. يا ولد وش ابو حور، فسر لي مدى ارتفاع السنام هذا. ماذا ما شاء الله، خلني اشوف هي بتتحرك لو. لا انا اقول انك تقدر، تستطيع انك تركب. لا عادي عادي عادي، ما تقول لك شيء، بس اركب اركب اشوف. اركب 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 اركب. والله انت كسورني. لا ما تقرب لك. لا هي اليفه، هي تقول ابو حور الا ابو حور. ما شوف. اوه بسم الله، شايف انها بدات تناظر. لا ابو حور، اوه شوكه مثل الدنيا هنا. والله يبغى لها حلاقه. شو رايك نسوي لها فاصل طربي يا ابو حور؟ بسم الله. يا طيري طير السعد ياللي ترفع الجناح، لو هنيك ليا باقت عليك الارض خليتها. وانا قد هنا تقول ما زال لي. يا ولد لا لحد، نبغاك تاخذ بها جوله على خذ جوله. اذا ايش رايك انت تاخذ جوله؟ لا والله انت لا 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 طالبينك طلبة ابو حور. اركب والله ما تقول شيء. لا اركب. لا ما قلت حذف بي اتوجه. لا اعرفها والله. والله هلا ما تبقي بي جدر. اوصل هناك يجيك فيصل الحق عليه. فيصل مو فيه، ما مشت والله. لا والله ما بيجوع والله يا ابوه. تجيب لون البويه الفلانيه وتصبغه كذا.